أحسن الله إليكم. معنا أيضا الأخ ضيف الله، تفضل يا أخي ضيف الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله يا شيخ. حياك الله. أريد أسألك سؤال عن طريقة شراء العقار من البنك. في بعض البنوك، نعم، عندما أريد أن أشتري منها العقار، نعم، يشتري لها العقار البنك العقار لمدة مثلا 10 أيام أو 15 يوم، نقول هذه لضمان الحقوق البنك. هل هذه الطريقة صحيحة أم خطأ؟ طيب شكرا يا ضيف الله. والله شراء العقار من البنوك هذا له نظام عند البنوك، ولكن لا يجوز لأحد لا البنك ولا غير البنك أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه قبل البيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فيجب على البنوك أن توفر السلع التي تريد بيعها على الدائن، على المدينين، على المستدينين، أن توفر السلع في ملكها وحوزتها، ثم بعد ذلك تبيع على المستدينين. ويجب، والمستدين لا يتصرف فيها حتى يقبضها قبضا تاما، ويبيعها على غير من استدانها منه، يبيعها على طرف غير من استدانها منه. نعم.